وقتها يا سيدي سجلته بالضبط انه الحادثه ضد مجهول. كيف عرفت انه أوس دعس اخوه؟ انت قلت لي كان الحادث بالليل وما حدا شافه. مزبوط كلامك يا سيدي، بس في واحد ابن حلال اجى خبرنا. وبركي كان عم يكذب لهدف معين، هيك انت بتكون ظلمت سهره. يا سيدي انا وقت رحت لعند أوس على البيت وواجهته بالحقيقه ما انكر. سيدي انا متاكد 100% انه أوس هو اللي دعس اخي. سيدي في شخص برا اسمه أوس مصطفى طالب يشوفك. فوتو. حاضر سيدي. مرحبا.